مجددا نرحب بك رئيس جمعية تركستان الشرقية للصحافة والإعلام الدكتور عبد الوارث عبد الخالق. بداية دكتور عبد الوارث، الانتهاكات الصينية ضد مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية لا تتوقف، لو تطلعنا على الوضع في تركستان الشرقية في ظل الانتهاكات المستمرة بحق المسلمين هناك، تفضل. حقيقة أخي مساء الخير ومساء الخير للمشاهدين الكرام. أهلا بك. حقيقة كما نعلم أخي الكريم أن الصين احتلت تركستان الشرقية 1949. منذ التاريخ إلى يومنا هذا الظلم تستمر دون توقف، وخاصة بعد 2013. بعد 2013 تغيرت شكل الظلم بشكل آخر، وتغيرت سياسة الصين في تركستان الشرقية بشكل غير طبيعي. ومن تلك التغيرات أخي هناك المعسكرات النازية، الآن تقريبا أكثر من 6 ملايين مسلم يعيشون في المعسكرات النازية لتغيير دينهم وقتلهم وتغيير ثقافتهم وغيرها من الأشياء التي يعيشون في تلك المخيمات النازية. وكذلك أخي هناك هدم أكثر من 10,000 مساجد وتغييرها بعضها إلى الملاهي الليلية والمراقص الليلية والأماكن السياحية. وكذلك أخي هناك آلاف، مئات الآلاف من الأطفال الذين سلبوا من أهاليهم، من أمهاتهم وآبائهم، هم أيضا هناك معسكرات خاصة للأطفال في تركستان الشرقية لتصينهم، لتربيتهم على طريقة الصينية، سواء كان لباسا، لغة، دينا، وثقافة وغيرها من التربية الصينية. مئات الآلاف الأطفال يعيشون في المعسكرات النازية. وكذلك أخي الشعب الذين بقوا في خارج المعسكر النازية، سواء كان من عجائز أو من أناس عاديين، فيجمعون من الصباح في أماكن معينة، يشغلونهم بأعمال شاقة إلى المساء، يعيدهم إلى البيت في المساء، يوميا يستمر هذه سيد عبد الأعمال الوارث. الشاقة. نعم، هذه المعسكرات التي جئت على ذكرها وهي معسكرات الاعتقال الصينية، وفيها يمارس على الكثير من مسلمي الأويغور أشد أنواع العذاب، كيف ترى موقف المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات المتواصلة؟ حقيقة أخي يعني بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يتعلق الظلم الذي في تركستان الشرقية، الولايات المتحدة الأمريكية أقرت أن ما يجري هناك هي الإبادة الجماعية. وبعد ذلك تابعت الولايات المتحدة الأمريكية كندا وغيرها من الدول الأوروبية، أعتقد الآن أكثر من 9 دول الأوروبية أقروا بأن ما يجري هناك في تركستان الشرقية الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية، ولكن هم أقروا ولكن غير ملزمة بالنسبة للذين أقروا في الحكومة الأوروبية، لا يلزم، لا تقوم بأعمال معينة ضد الصين. أنهم أقروا ولكن لا يوجد هناك عمل فعلي، إلا الولايات المتحدة الأمريكية عاقبت هناك كثير من أكثر من 50 شركة التجارية الصينية، عاقبتها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني قطعت علاقتها مع الشركات التجارية الصينية. وكذلك في بعض البلدان الأوروبية مثل اليابان وغيرها من بعض الدول الأوروبية، تابعت الولايات المتحدة الأمريكية، قاطعت كذلك بعض المصانع مثل يستخدمون القطن وغيره من الأشياء الذين يطلعون من أراضي تركستان الشرقية، قاطعت علاقتها. سيد عبد الوارث تفضل تفضل أكمل. نعم، ولكن كثير من الدول التي أقروا بأن هناك إبادة جماعية لا يوجد هناك عمل فعلي واقعي على الأرض. نعم. على سيرة العقوبات الأمريكية سيد عبد الوارث، وكما تعلم فقد فرضت اليوم على الحكومة الصينية، وذلك على خلفية الانتهاكات ضد مسلمي الأويغور،
السؤال هنا إلى أي مدى يمكن البناء على هذه العقوبات الأمريكية بحيث يشكل ضغط على الحكومة الصينية؟ حقيقة أخي، على الواقع لا يوجد هناك أي تغيرات في السياسة الصينية في داخل تركستان الشرقية، رغم العقوبات على الصين، رغم العقوبات. يعني إذا كان هناك ضغوط على الصين، سواء كان الدول الغربية خصوصا الدول الإسلامية والعربية في الدول الشرق الأوسط، يعني خصوصا إذا كان هناك ضغوط اقتصادية للصين مثل مقاطعة المنتجاتهم وقطع العلاقات التجارية وقطع العلاقات الدبلوماسية وإلى آخره، ممكن هناك يكون شيء ملموس تجاه سياسة الصين في داخل تركستان الشرقية. ولكن مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقاطع بعض الشركات الصينية وبعض يعاقب بعض المسؤولين الصينيين في تركستان الشرقية، لا تكون هناك شيء فعلي ملموس في الواقع الأرضي في الداخل تركستان الشرقية. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس جمعية تركستان الشرقية للصحافة والإعلام الدكتور عبد الوارث عبد الخالق.